استنى شوي قبل ما اتصل علي المخابرات الاسرائيليه، لا بقول لي معي خميس بكر احمد زاده، قلت له صحيح، لا بقول لي قدامك مدرسه رقيه العالميه، قلت له صحيح، لا بقول لي فيها طلاب، قلت له لا اليوم اجازه، لا بقول لي طيب بلغ كل اللي في البرج معهم 5 دقائق يخلوا البرج لان بدنا ننزل كل البرج، وفي جيرانك ضر الوحيدي كمان محمد الوحيدي بلغهم، وبلغ امير دغمش وبلغ كل المنطقه ان احنا حننزل البرج، وبعد كمان 5 دقائق بدي اتصل عليك كمان مره اشوف انكم خليطوا البرج ولا لا، وفعلا اتصلوا بيجي 4 5 مرات وبلغوني، واذا في اطفال في نسوان بلغهم خليهم يطلعوا من البرج. انا بدي اوصل رساله لكل اليهود ولكل اعداء الاسلام، لو كلنا منضلنا في الشوارع احنا مع المقاومه، احنا مع المقاومه، لو كلنا بدنا نموت وكل ضرنا حتنزل على راسنا، يعلموا اليهود الخون ونتنياهو وكل اعوانهم، لو بننام في الشوارع وبتتهدم دورنا على روسنا وكل اولادنا بتموت، احنا مع المقاومه.